مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من عين على مصر. في حلقه هذا الاسبوع الحكومه تعلن تشغيل الرخصه الموحده في غضون اسابيع و9 مليارات جنيه اجمالي التوزيعات النقديه في البورصه منذ بدايه العام واطلاق مشروعي المركز اللوجستي للحبوب والغلال ومدينه السياحه والتسوق. ولكن كالعاده دعونا نبدا مع ابرز الاخبار الاقتصاديه التي شهدتها مصر خلال هذا الاسبوع والتي يستعرضها الزميل احمد خيرت. لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية تبرئ شركة أوراسكوم للإنشاء من تهمة التهرب الضريبي، والشركة تعلن عن دخولها في شراكة مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية إيبك لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة إنتاجية تتراوح بين 2000 إلى 3330 ميجاوات. وزير الاستثمار يؤكد أن مصر تستهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 410 مليارات جنيه لتحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5% في العام المالي الحالي، آملا الاستمرار على هذا النحو لمدة 4 سنوات ليصل معدل النمو إلى 6% في عام 2018-2019. مصر والسعودية توقعان اتفاقيتي تمويل بقيمة 350 مليون دولار لتطوير محطتين للطاقة وتأمين واردات مصر من المنتجات البترولية. أهلا بكم من جديد. أعلنت الحكومة المصرية خلال معرض كايرو ICT والذي عقد خلال هذا الأسبوع أن الرخصة الموحدة للاتصالات سيتم إطلاقها في غضون أسابيع، وذلك بعد أن تعطلت لعدة أشهر في ظل عدم وجود توافق بين شركات الاتصالات العاملة في السوق حول بنود هذه الرخصة. كما أعلنت الحكومة المصرية أيضا أنها تتوقع أن يصل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الحالي إلى نحو 13%. هنا في معرض كايرو ICT والذي يضم أكبر الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا صوت يعلو فوق صوت الرخصة الموحدة. يتساءل الجميع عن توقيت إصدار هذه الرخصة والتي ستتيح لكافة الشركات العاملة في السوق تقديم كافة خدمات الاتصالات، ليس ذلك فحسب بل وعن موقف شركات المحمول من هذه الرخصة. تحسم الحكومة المصرية الأمر بالتأكيد على أن الرخصة التي تعطل إصدارها لشهور طويلة ستصدر في غضون أسابيع وأنها الآن في مرحلة الصياغة، بل وأن كافة الشركات وافقت على بنود هذه الرخصة. احنا خلاص بننتهي من موضوع الصياغة. في بعض الشركات ردت على هذه الصياغات وحصل اجتماعات بينهم وخدنا بعض منها وشرحنا بعض الآخر فحلت، والجزء الآخر لسه ما ردش، متوقع انه يردوا في خلال اسبوع او الاسبوع اللي بعد الجاي بالكثير، وبالتالي نقدر ان شاء الله ننتهي من الصياغه بتاعت التراخيص كلها ونصدر هذه التراخيص. طبعا برضو عشان برضو الناس تتخيل مشكله الموضوع او مش مشكله حجم صعوبه الموضوع، لازم برضو في الصياغه نتاكد انه ما فيهوش اي تعارض مع البنود الرخص الممنوحه حاليا، وان الصياغات دي بتؤدي الى كل المبادئ العامه اللي تم الاتفاق عليها. غير ان الموقف المعلن لشركات المحمول الثلاث يؤكد براي الكثيرين استمرار وجود تحفظات على طرح الرخصه الموحده والتي ستجعل من المصريه للاتصالات منافسا رابعا في سوق المحمول المصري. شركات المحمول عندها بعض الترقب بعض التحفظ، لان هي طبعا يعني اعتقد ان هي اقل ترحيبا بموضوع الرخصه الموحده، لان طبعا ده هيمنع او هياخد منها جزء وهو الخدمات المحمول، وفي المقابل هي تاخد خدمه الثابت، واعتقد ان خدمه الثابت ما هيش يعني مرحبه بها بشكل كبير. واذا كانت الرخصه الموحده ستغير خريطه الاتصالات في مصر، فان التوقعات الحكوميه تشير الى نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 13%. مستهدف هذا العام أن احنا نصل 66 ل 67 مليار بنسبة نمو 13%، ومستهدف في 2020 واحنا زي ما قلت مع بعد لقائي مع السيد الرئيس إن شاء الله نحاول نختصر هذه الخطة الاستراتيجية من 7 سنوات ل 5 سنوات، يصل المشاركة لناتج القطاع من 59 مليار إلى 195 مليار، وبالتالي دي نسبة تتعدى 300% في خلال 5 سنوات، ومشاركتنا في الناتج القومي كنسبة بتتطور من 3.8 العام الماضي إلى 4.1 هذا العام إلى إن شاء الله 8% وما يزيد عن 8% في عام 2020. مستهدف برضو زيادة عدد الوظائف بمتوسط السنوي من حوالي 60 ل 70 ألف وظيفة ما بين مباشر وغير مباشر، إن احنا نطلع بهذا المعدل نضعفه ل 100 ل 120.
وتأمل الحكومة المصرية أن ينجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توفير نحو مليون فرصة عمل بحلول عام 2020. وعلى هامش معرض كايرو اي سي تي التقينا بعدد من شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق، وتحديدا شركتي فودافون وموبينيل، وسألنا كلتا الشركتين عن خططهما الاستثمارية وأيضا عن رؤيتهما للرخصة الموحدة. احنا في فودافون بقالنا 15 سنه في شغالين في السوق المصري، والسوق المصري احنا مهتمين بيه جدا، فودافون العالميه مهتمه بيه جدا، شركائنا في شركه فودافون برضو مهتمين بالسوق ده. احنا السنه دي احنا رصدنا خطه 9.5 مليار جنيه في الثلاث سنين القادمين لتحسين الشبكه، لزياده الاستثمارات، لزياده توسعه الشبكه، بالذات لان في زياده مضطرده في خدمات نقل البيانات اللي بتحتاج استثمارات كبيره عشان نحسن الشبكه ونزود السعه بتاعتها. هل 9.5 مليار جنيه يتضمنوا المنافسه على خدمات الجيل الرابع اللي هتطرحها الحكومه؟ لا، ال 9.5 مليار جنيه دول لتعظيم الشبكه، انما لو في تراخيص جديده دي تبقى ليها دراسات جدوى منفصله بين ندرسها على حده وبنتخذ قرار على كل رخصه لوحدها. يعني الشركه كما قلت اذا اصدرت الحكومه رخصه جيل رابع ستنافس عليها، ولكن ماذا عن الرخصه الموحده التي ستصدر وموقف الشركه من هذه الرخصه؟ احنا طبعا ما عندناش اي اعتراض على الرخصه الموحده، احنا بس دلوقتي عايزين نتاكد ان الرخصه الموحده دي بتدي حقوق لكل الشركات متساويه. حاليا احنا بندرس الرخصه والشروط بتاعتها، وهنرد بعد ما نخلص الدراسات بتاعتها دي على الجهاز لو في اي تعليقات على التراخيص. يعني تلقيتم الصيغه النهائيه من جهاز القومي لتنظيم الاتصالات؟ حاليا عندنا مسوده من الترخيص بنعلق بتعليقاتنا على المسوده دي للجهاز، والجهاز بيرد علينا وفي حوار داير بيننا وبين الجهاز. يعني هل الشركه ربما ستحصل على خدمه الهاتف الثابت وهي مطروحه بالنسبه لشركات المحمول، ايضا مشاركتها في انشاء الكيان الوطني للاتصالات الذي اعلن عنه؟ بندرس كل التراخيص المتاحه حاليا، سواء كان الثابت، سواء كان رخصه البوابه الدوليه او الاشتراك في الكيان الوطني. التفاصيل دي كلها بنناقشها مع الجهاز، وفي الاخر هنتخذ قرارنا ان شاء الله اللي فيه صالح للشركه. خطه شركه فودافون لتوسيع وزياده قاعده عملائها في السوق المحلي، يعني المنافسه الان ما بين شركات الاتصالات في مصر، شركات المحمول، منافسه قويه، والسوق دخل مرحله التشبع فيما يتعلق بالهاتف الثابت، كيف تستطيع فودافون البقاء في المنافسه بل وجذب عدد اكبر من العملاء والمشتركين؟ احنا بنركز في دراستنا للسوق على احتياجات العميل، احنا عارفين العميل بتاعنا كويس قوي، عارفين العميل بتاعنا عايز ايه، عايز خدمه متميزه، عايز جوده متميزه، وعايز عروض متميزه. طالما هتدي العميل بتاعك الحاجات اللي هو محتاجها دي، فبالطبيعي العميل بتاعك هيجي ويستمر ويفضل قاعد معاك. ترى ان دخول المصريه للاتصالات في حال يعني تفعيل الرخصه الموحده سيزيد المنافسه، سياخذ من حصه شركات المحمول الاخرى من السوق؟ المنافسه ده شيء جيد جدا، وده قرار في الاخر يرجع على المصريه للاتصالات. اللي بقوله ان احنا محتاجين ان احنا ندعم البنيه الاساسيه في مصر بحيث ان احنا نوسع قاعده الخدمات للمستخدمين ونقدم خدمه ذات جوده عاليه ان شاء الله. جزء كبير من ارباح المصريه للاتصالات عاده ما ياتي من مساهمتها في شركه فودافون، وبالتالي يعني هناك من يرى بانه هناك تعارض ربما في المصالح بين حصول المصريه للاتصالات على الرخصه ومساهمتها في ذات التوقيت في شركه فودافون حصه حوالي 45%. يعني قرار مجلس الوزراء واضح في الموضوع ده، ان بحصول المصريه للاتصالات على الترخيص وحصول الشركات كلها على الترخيص الموحد، المصريه للاتصالات محتاجه انها تتخارج من حصتها في فودافون بنهايه 31 ديسمبر، انما ده شيء يرجع للمساهمين في شركه فودافون، ده شيء الاداره ما لهاش دعوه بيه يعني في الموضوع. الشركه حاليا جزء من شركه عالميه اسمها اورنج كشير هولدر قوي، ودافت لي احنا كاستثمارات ما فيش يوم هيجي وهنقول ما عندناش فلوس ادخار. الفلوس مش هي اللي بتوقف في الشركات، يعني الفلوس مش بتوقف في الشركات، لان الشركه واعده والقطاع واعد، واكيد اي مستثمر هيكون يرغب ان هو يضخ فلوس اكتر عشان القطاع بيكبر وفي استثمارات وفي نمو هيكون حقيقي. الشركه حصلت على قرض من فتره ليس بعيده، حصلنا على قروض وشغالين على حلول كتيره جدا عشان نقفل الجاب بتاعه التمويلات. لكن كان في قروض مستحقه على الشركه، والقرض ده كان جزء منه ان هو يسد بعض المستحقات الماليه اللي على الشركه. تمام. كان حجمها قد ايه تقريبا؟ ما عنديش ارقام بالظبط. طيب
الشركة بالتأكيد بتضع عينها زي باقي شركات المحمول في مصر على ترددات الجيل الرابع اللي الحكومة أعلنت أنها ستطرحها في 2016. كيف استعدت الشركة لها سواء من حيث المبالغ التي ستطلب مقابل الحصول على هذه الترددات أو استعداداتها لتشغيل خدمات الجيل الرابع؟ بص، استخدامات الجيل بقى، احنا انا بقول دايما احنا يمكن محظوظين انه الخدمات بتاعت التكنولوجيا الحديثه في جاب ما بيننا وبين دول متقدمه، فاحنا محظوظين ان احنا دايما بنبقى زي الابن او الاخ الاصغر اللي بيشوف اخوه عمل ايه. فالتطبيقات والاخطاء والنجاحات اللي بتحصل بيبقى عندنا فرصه ان احنا نتلافى الاخطاء وان احنا نبني على النجاحات اللي بتحصل. فكان زمان الجاب ما بيننا وبين الدول ديت 20 سنه وبعدين بقت 10 سنين وبعدين بقت 5 سنين، دلوقتي الجاب ده تتعدى سنه او سنتين، فده بيدينا الامكانيه ان احنا نبقى عارفين احنا ايه المفروض يتعمل. ده مش معناه ان احنا هنبص على كل حاجه، في حاجات بتلائمنا في حاجات مش بتلائمنا، احنا دايما زي ما قلت من شويه ان هو العميل هو مركز الاهتمام وكل الخدمات اللي بننزل بيها بيكون احتياجات من العملاء عندنا. فالجيل الرابع مش مجرد تكنولوجيا، هي المفروض تتحول الى خدمات للعميل هو يشوف الفاليو فيها ويشوف الخدمه دي هتضيف له ايه في حياته اليوميه. الشركه جاهزه ماليا لدفع قيمه هذه الرخصه؟ تاني هقول لك، الفلوس عمرها ما كانت مشكله ومش هتبقى مشكله. ده اللي ممكن اقوله لك، الفلوس عمرها ما كانت مشكله ومش هتبقى مشكله. هل الشركه بتنوي بيع بعض الاصول لتوفير سيوله؟ في طبعا في مشاريع شغالين عليها، يعني توفير السيوله في قطاع المالي عندنا الفاينانس شغالين على قدم وساق عشان توفير السيوله للشركه عشان تغطي كل التكاليف الاستثمارات ديت. كان هناك احاديث برضو عن زياده او الحصه المطروحه في البورصه، هل وضع تصور لهذه الزياده؟ لا، ده حاجه تخص الشير هولدر اللي هي اورنج، هم ليهم اختيارات عديده، فهو واحد من الاختيارات ان هو ننزل تاني في البورصه، فكل ده يعني متوقف على كمان مدى صحه التداول في البورصه حاليا. يعني شايفين الدنيا مش قد كده مستقره، بس ده من ضمن الحلول اللي ممكن تكون مطروحه. اتناقش مع اورنج، مع شير هولدرز في اورنج؟ كل دي حلول بتبقى في ممكن البورصه ممكن يضخوا سيوله اكتر، في حلول كتيره ممكن تتم. تحصلوا على قروض اضافيه؟ ممكن نحصل على قروض اضافيه، ممكن. نذهب الان الى فاصل المشاهدين، وبعده استعدادات مكثفه من الحكومه والقطاع الخاص لقمه مصر الاقتصاديه، تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. سجلت التوزيعات النقدية في البورصة منذ بداية العام نحو 9 مليارات جنيه، حيث استحوذ قطاع البنوك على نحو 22% من هذه التوزيعات، فيما جاءت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات على رأس قائمة الشركات الأكثر توزيعا بنحو مليار جنيه، يليها البنك التجاري الدولي والشركة المصرية للاتصالات. 9 مليارات جنيه إجمالي التوزيعات النقدية للشركات المقيدة في البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي، توزيعات تبدو إيجابية ومؤشرا على عودة النشاط للعديد من الشركات المدرجة في السوق. فمن بين 78 شركة مدرجة قامت بتوزيع أرباح نقدية، بدأ قطاع البنوك مستحوذا على النصيب الأكبر من التوزيعات بنسبة 22%، يليه قطاعي التشييد والبناء والكيماويات. ورغم المؤشرات الإيجابية لهذه التوزيعات إلا أنها تظل برأي الخبراء أقل من التوقعات، فتسعة مليارات جنيه لا تمثل سوى 2% من بورصة يبلغ رأس مالها السوقي نحو 500 مليار جنيه. التوزيعات ديت بتاخدها الحصه الكبيره ليها المؤسسات وصناديق الاستثمار اللي بتعمل في السوق المصري، وممكن تكون شركات مصريه او الحكومه اللي هي بتملك حصه مثلا في المصريه للاتصالات، فبتاخد 80% من توزيعات المصريه للاتصالات. قطاع البتروكيماويات اموك برضو توزيعاتها بتبقى كبيره، الحكومه بتملك حصه فيها، سيدي كرير الحكومه بتملك حصه فيها، فجزء الاكبر من هذه التوزيعات بتكون عايز اقول بتتوزع ما بين الحكومه وما بين كبار المؤسسات والصناديق العاملة في السوق، برضو الأفراد ليهم حصة لكن حصة مش كبيرة ومش مؤثرة في التوزيعات. وبينما يبدو توجه الشركات لتوزيع أرباح نقدية بسبب وجود سيولة كبيرة لديها وعدم وجود بدائل استثمارية أكثر جاذبية، يرى البعض أن المؤسسات والصناديق العاملة في السوق هي الأكثر استفادة من هذه التوزيعات مقارنة بالأفراد.
التوزيعات ديت بتاخدها الحصه الكبيره ليها المؤسسات وصناديق الاستثمار اللي بتعمل في السوق المصري، وممكن تكون شركات مصريه او الحكومه اللي هي بتملك حصه مثلا في المصريه للاتصالات فبتاخد 80% من توزيعات المصريه للاتصالات. قطاع البتروكيماويات اموك برضو توزيعاتها بتبقى كبيره، الحكومه بتملك حصه فيها، سيدي كرير الحكومه بتملك حصه فيها. فجزء الاكبر من هذه التوزيعات بتكون عايز اقول بتتوزع ما بين الحكومه وما بين كبار المؤسسات والصناديق العامله في السوق، برضه الافراد ليهم حصه لكن حصه مش كبيره ومش مؤثره في التوزيعات. وتاتي شركه سيدي كرير للبتروكيماويات على قائمه الشركات الاكثر توزيعا منذ بدايه العام بقيمه تجاوزت المليار جنيه، يليها البنك التجاري الدولي ثم الشركه المصريه للاتصالات. رحبت الاوساط الاقتصاديه في مصر باعلان الحكومه المصريه عن اطلاق عدد من المشروعات العملاقه من بينها مشروع انشاء مركز لوجستي عالمي للحبوب والغلال بتكلفه تبلغ نحو 15 مليار جنيه، اضافه الى المشروع الاخر وهو انشاء اول مدينه للسياحه والتسوق في المنطقه على مساحه تبلغ نحو 16 مليون متر مربع. 15 مليار جنيه هي التكلفة الاستثمارية المبدئية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لمشروع إنشاء مركز لوجستي عالمي لتخزين وتجارة الحبوب والغلال في محافظة دمياط. فمصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم قررت أن تكون مؤثرة في سوق الحبوب والغلال من خلال إنشاء مركز لوجستي يضم مجموعة من الصوامع لتخزين نحو 7 ملايين طن من الحبوب، إضافة إلى إنشاء 5 مناطق صناعية للغلال والسلع الغذائية والاستفادة من موقع مصر الذي تمر منه نحو ربع تجارة الحاويات في العالم. فهو المشروع الذي يؤكد الخبراء أنه لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس الجديدة. أعضاء جمعية رجال الأعمال كلهم مهتمين قوي بالمشروعات اللي قدمها عالي وزير التموين النهاردة، وخصوصا مشروع دمياط اللي هيبتدي واللي له مدة زمنية 2 سنين. فخلال 2 سنين عشان يعمل مشروع بهذا الحجم ده هيبقى إنجاز كبير جدا، والفايدة اللي تعود على مصر وعلى منظومة الغذاء بتاعتنا هتبقى فايدة كبيرة جدا، لأن الموقع استراتيجي والمشروع كبير ودراسته هتستوجب إنه مش هيبقى مشروع بس تخزين، لا هيبقى جنب منه 5 مناطق صناعية، مدن صناعية تنشأ حواليه لاستخدام ما يأتي من حبوب للطرح للأسواق. مشروع المركز اللوجستي للحبوب والغلال والذي سيستغرق إنشاؤه نحو 2 عامين وستساهم فيه تحالفات استثمارية دولية يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الضخمة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرا، ومن بينها إنشاء أول مدينة للسياحة والتسوق في المنطقة على مساحة 16 مليون متر مربع خلال السنوات الأربع المقبلة، وبحيث توفر هذه المدينة نحو 500,000 فرصة عمل. سيدي ستار النهاردة في 30,000 فرصة عمل، فلما تعمل انت مدينة تسوق على الأقل يعني نقول 20 ضعف سيدي ستار أضعف الإيمان، فأنت هتوصل ل 600,000 وظيفة دائمة، زائد بقى المنافع بالصناعة المصرية والتجارة المصرية وتواجد برضه ربط انك انت هتعمل في مدينة تسوق جزء للصين وجزء للهند وجزء لأوروبا وجزء لأمريكا وجزء لبلاد مختلفة، فانت بتعمل مصالح متبادلة، وايضا انت لك تحدث عن مركز متميز في افريقيا، فكل ده مع ثقافات مختلفة مع ده، فانا شايفه فكر جيد جدا. يعني كلنا بنقول بنروح لدبي وبروح دبي يعمل تسوق، طيب ونجحت ليه ما نحكيش بعض ونطور ويبقى لنا الطابع بتاعنا. وتعول مصر على جذب استثمارات ملياريه من الداخل والخارج لتنفيذ المشروعات العملاقه التي تم الاعلان عنها والتي يتوقع ان يتم عرضها على المستثمرين خلال قمه مصر الاقتصاديه التي ستعقد خلال شهر فبراير المقبل. بدات الاستعدادات في مصر على قدم وساق للقمه الاقتصاديه المرتقبه التي ستعقد خلال شهر فبراير المقبل، حيث يامل الجميع ان تنجح هذه القمه في جذب رؤوس أموال جديدة إلى الاقتصاد المصري. التقينا هذا الأسبوع برئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور وسألناه عن توقعاته لأبرز المشروعات التي سيتم طرحها خلال هذه القمة. من المؤكد أن مصر مهتمة جدا بهذه القمة القادمة، لأنها على ضوء نجاح هذه القمة القادمة سيبدأ في مصر مشروعات تنمية بأموال غير مصرية وغير حكومية كثيرة جدا، وبالتالي ستساعد في القفز
بالتقدم الاقتصادي في مصر. الدولة تعمل مشروعات وبتعملها بأموالها زي حفر قناة السويس، عندما المصريين جمعوا 64 مليار جنيه في 8 أيام، لكن لا يستطيع المصريين بأموال المصريين أن يمولوا كل مشروعات مصر، ولا تستطيع الحكومة أن تمول كل مشروعات مصر، لأن المطلوب كثير والمتاح كثير لكن الأموال محدودة. المطلوب أموال من الخارج يعني. وبالتالي فمن المؤكد أن الحكومة جادة جدا في طرح مشروعات لها جدوى اقتصادية واضحة، وستكون مع هذه المشروعات جدوى دراسة اقتصادية مبدئية لهذه المشروعات تبين هنتكلم في إيه، وهتكون في نوعيات مختلفة كثيرة. فوزارة التعمير والإسكان والمجتمعات الجديدة بتعد مشروعات كبرى، مش مشروعات صغرى، مشروعات كبرى. أعتقد أنه هيكون في حدود أقل قليلا من 10 مشروعات، حدود 8 مشروعات كبرى. كل هذه المشروعات الكبرى لها جدوى جيدة ودراسة مبدئية جيدة، وممكن أن تكون مغرية لمن يعمل في هذا المجال من العالم كله، العرب والغير العرب، إذا أرادوا أن يستثمروا في هذه المشروعات. هناك إقبال شديد النهاردة على 6 أكتوبر، حتى أنها مشروعات عقارية يعني. لا، عمل امتداد لمدينة 6 أكتوبر، ده تعمل نصف مدينة 6 أكتوبر تاني، نصف يعني مشروع كامل كبير جدا، مش هتعمل فيه مول ولا هتعمل فيه سكن ولا هتعمل فيه مصنع، ده انت بتعمل نصف مدينة، نصف مدينة ثبت نجاحها وثبت الإقبال عليها. فكل المشروعات العقارية التي تطرحها وزارة التعمير هي مشروعات واضحة المعالم، واضحة الجدوى، واضحة التجربة. طيب حضرتك كنت تحدثت أنه نحن الآن دخلنا في نطاق المشروعات الكبرى، المشروعات التي ربما حجم تمويلها واستثماراتها يفوق قدراتنا المحلية، وبالتالي نحن بحاجة إلى استثمارات خارجية. ولكن بالتأكيد رجال الأعمال المحليين أعينهم على هذه المشروعات، لابد أن يكون لهم دور في هذه المشروعات حتى ولو إن كان بالشراكة مع مستثمرين أو شركاء أجانب. مؤكد كلام حضرتك صح، ومؤكد ممكن أن أنا أشارك مع ناس عندهم تكنولوجيات مش عندنا، أو عندهم أموال مش عندنا، لكن الشراكة مفيدة للطرفين. الشراكة الجانب الأجنبي هيفيدني أنا أن أعمل المشروع، أنا ما أعرفش أعمله لوحدي، والأجنبي لما يشاركني هيفيده هو، لأن عارف أنا سكتي داخل البلد، عارف أعرف أكلم فين الوزير الفلاني، أعرف أكلم فين الإدارة القانونية في الهيئة الفلانية. أهل مكة أدرى بشعابها. بالإضافة أن أنا تكلفتي قطعا أرخص من تكلفة الأجنبي، فما أستطيع أن أقوم به في المشروع هيكون أرخص مما قام لو قام به الأجنبي بعيدا عني. يمكن لاحظنا في منتدى الاستثمار المصري الخليجي اللي عقد في أواخر العام الماضي، مصر عرضت 60 مشروع. الأول دعت مستثمرين كثر خاصة من الخليج، وعرض عليهم 60 مشروع استثماري، ولكن فوجئنا كما فوجئ الجميع بأن هذه المشروعات ليست لها دراسات جدوى، هي مجرد أفكار، ومطلوب من المستثمر أن يقوم هو بعمل دراسة الجدوى، وبالتالي أي من هذه المشروعات لم ينجح. لا نريد بالتأكيد أن تتكرر مثل هذه التجربة مرة أخرى في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية. مؤكد كلامك صح، وفي حاجات أخرى كانت أيضا، كان هناك لدى المستثمرين العرب ملاحظات على تحسن المناخ في مصر حتى نأتي، قالوا 5 نقط ما ننساهمش، قالك عايزين تحسن في الأمن، قالوا عايزين تحسن في البيروقراطية، قالوا عايزين الحكومة لا تغير قوانينها، لا تغير واتفاقاتها مع المستثمرين. صحيح. قالوا في مشاكل مع المستثمرين العرب حلوها قبل ما نيجي. سنأتي على ذكر المشاكل يعني، بس فعلا هي كانت من ضمن النقاط. فقالوا حاجات احنا ما عملناهاش عشان كده ما جوش، لكن لو عملناها قبل فبراير مش نعد بعملها. المستثمر لا يريد وعود، يريد حقائق على الأرض. طيب ما احنا فعلا الى الان نحن نتحدث عن شهر فبراير، يعني بعد حوالي 3 أشهر أو 4 أشهر من الان، والى هذه اللحظة لا تزال هناك مشكلات تواجه مستثمرين نعول نحن عليهم، مستثمرين من الخليج على وجه التحديد وشركات خليجية كبرى. اذا لم نحل هذه المشاكل، انا بتكلم المشاكل التي المستثمرين لهم حق فيها، قد يكون مستثمر ملوش حق، مش حلها له، لكن لو مستثمر له حق يجب ان احلها له وبسرعة. بس احنا عندنا مشاكل لا تزال في أروقة القضاء، يعني لم يبت فيها قضائيا، كيف من رأيك يعني يتم التعامل مع هذه المشاكل؟ يعني اللي وصلت القضاء ما تطلعش من القضاء خلاص، راحت في طريق مسدود، لان ما اقدرش انا اوقف قضيه.
لكن كثير من القضايا وصلت للقضاء بالفعل، وفي كثير من القضايا ما راحتش القضاء، دي اللي نركز على حلها. طيب اذا لكن رئيس الجمهورية لا ننسى رئيس الجمهورية السابق طلع قانون انه ما فيش حد يروح القضاء الا صاحب المشكلة. اللي راحت القضاء اللي فاتت دهيا معظمها مش اصحاب المشكلة، وانما محامي ماشي في الشارع او مواطن عايز يلبس ثوب الوطنية او طالب شهرة او طالب شهرة. فصدر قانون اوقف تكرار ذلك بعد ان بعض القضاء راحت القضاء. وصلنا اذا مشاهدينا الى ختام هذه الحلقة من عين على مصر، الى ان نراكم في حلقة قادمة في امان الله.